السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوينا حاليا في جميع انحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. ارحب بكم اجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. يطلب مني كثير من الاخوة المتابعين للقناة ان اتحدث حول الكشف على الخلية وماذا اقوم بادارته داخل هذه الخلية. فقمت بتطبيقين وانا ارفع العاسلة أو أقوم بشرح تطبيقي لرفع العاسلة. في هذا الفيديو سأتحدث حول رفع العاسلة وكيف تم إنزال الأساسات الشمعية داخل العاسلة حتى حصلت على إنتاج وغزارة في النحل والعسل. لكن بداية من تجيش النحل، وسيلحقه فيديو آخر بطريقة أخرى وهي طريقة علمية ومفيدة في تجييش النحل والحصول على خلية قوية جدا. فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نكشف على خلية قمت برفع الدور الثاني في تاريخ 17، يعني قبل تقريبا 4 أيام. الآن نشاهد تفاصيل ما يحدث. طبعا يوجد لدينا في الأعلى 6 إطارات وفي الأسفل 6 إطارات. طبعا وضعنا كغطاء أساس، هذا هو النحل، قام بالمط بشكل رائع بجهة واحدة، وهذا شيء جيد بالنسبة لهذه الخلية. ما شاء الله هذا كله عسل، ما شاء الله تبارك الله، من الجهتين ما شاء الله. طبعا في هذه الحالة أنا سأقوم بنقل الإطار وراء إطار العسل، نجعل العسل هو الغطاء حتى النحل يتم التخزين. هذا الثالث ما شاء الله كله حضنة من الجهتين. الذي يليه ما شاء الله، هذه هي الملكة كما تشاهدون. من الملكات المميزة في المنحل نقوم بإنزال الإطار. يجب على الأخ النحال التركيز على الملكة أثناء ارجاع الإطار حتى لا يتم دهسها. وهذا الإطار الثاني ما شاء الله قام النحل بمطه من الجهتين، رائع جدا، يعني خلال 4 أيام ممتاز. الملكة وضعت البيض فيه، نقوم بتقريب الصورة قليلا. لا أدري هل تشاهدون البيض، مستوى الإضاءة ضعيف. البيض بشكل عمودي، نشاهده يعني أن الملكة وضعتها قريبا، ما زالت في عمر يوم،
طبعاً في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة نقوم بدفع الإطار رقم 2 إلى جوار الرابع أو إلى جوار الثالث، ونقوم بنقل الإطار الغطاء الذي كان غطاء وقد قام النحل بناء جزمين إلى الرقم 2 حتى يقوم النحل بمواصلة المط. وهذا هو الإطار الأول، ما شاء الله عبارة عن خبز نحل، خبز نحل وعسل، دائما يوضع في الجدار. نقوم طبعا بضغط نحفر هذا الشكل. الآن هذا كما تشاهدون هي الدور الأول، قمنا بالكشف على الدور الأول. الآن سنقوم برفع العاسلة أو عفوا الدور الثاني، أقصد نرفع العاسلة ونكشف على الدور الأول. نثبت الكاميرا فقط يدورنا يعني. طبعا الدور الأول مرتب نفس ترتيب الدور الثاني، غطاء قام النحل في البناء بشكل بسيط، لم يقوم بمواصلة ذلك. وهذا الآن الخامس، ما شاء الله فيه عسل وحضنة مغلقة. ما شاء الله كله حضنة مغلقة وحبوب لقاح مع العسل ويرقات في الوسط، خلية مميزة جدا ونهضت سريعا. الإطار الثالث ما شاء الله حضنة مغلقة، حبوب لقاح، حضنة مغلقة من الجهة الأخرى، ممتاز جدا. الإطار الثاني اللي هذا كان أساس، ما شاء الله تبارك الله، مبني من الجهتين، كله بيض ما شاء الله تبارك الله، كله بيض من الجهتين. هناك بعض العسل من الأعلى، هذا شيء جيد. طبعا بهذه الحالة هناك إجراء، ما هو الإجراء الذي سنقوم به؟ سنقوم بدفعه ونقوم بأخذ هذا الإطار إلى الرقم 2. إن شاء الله المعلومات تفيد الجميع، ثم نقوم بالضغط النحل بهذا الشكل. الآن لدينا إجراء جديد،
الإجراء هذا نقوم بإنزال إطار أساس كغطاء نفس ما قمنا بالمرحلة السابقة. طبعا 24 هذه إطارات كلها حديثة، شمع أساس جديد. نقوم بالتعليم بهذا الشكل طبعا حتى يستفيد الكل. 24 يعني 2024، هذا سنضعه طبعا هذا نضعه في العاسلة. الآن نقوم بإرجاع طبعا هذا الإطار الذي في العاسلة الأخير الذي رأيتموه سابقا. الآن هذا وضعناه الآن الذي كان هو الغطاء، ورقم 2 الذي كان هنا دفعناه إلى الرقم 3، وأنزلنا إطار جديد كغطاء في الدورين. العملية هذه في الدور الأول والدور الثاني، وهذا يسرع من عملية تجييش النحل. تحياتي للجميع، إن شاء الله المعلومة وصلت ولو أننا طولنا الفيديو قليل. السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن.